لا، ما انا مش هقعد طول عمري بتعلم ارسم لوحات علشان انقل الواقع، وفي الاخر يجي واحد يخترع لي الكاميرا وينقل الواقع بزرار. ده هيبوظ علينا شغلنا. ده ما اصل سنة 1826 نيسيف ورنيبس عمل اول صورة في التاريخ، فيو فروم ذا ويندو ات ليغرا، او المنظر من الشباك في ليغرا، مكان في فرنسا. المهم دي كانت اول صورة تطبع على الورق وتفضل عايشة لحد دلوقتي. طبعا الفنانين اللي بيرسموا لوحات وكده خافوا جدا من التصوير، يعني انا اقعد طول عمري بتعلم ارسم وانت تيجي تنقل الواقع يا دوبك بتدوس على زرار، وهاجموا التصوير جدا وقعدوا قالوا ان ما ينفعش عمليه ميكانيكيه تبدل مكان عمليه فنيه، لدرجه ان واحد من الفنانين والشعراء تشارلز بودلير قال بالحرف: The photographic industry became the refuge of all failed painters with too little talent or too lazy to complete their studies. وقال لك ان التصوير ده ما يعتبرش فن لسببين: اولا الموضوع سهل وما فيهوش اي تكنيك بتتعلمه ولا اي حاجه، ازاي هتسمي نفسك فنان وانت كل اللي بتعمله ان انت بتدوس على زرار؟ ثانيا والاهم انه في الارتستيك رياليزم او الفن الواقعي، الفنان بيشوف الواقع وبيحط لمسته وتفكيره ومنظوره الفني فيه، انما اللي بيستخدم كاميرا ده بيشوف الواقع وبيدوس على زرار والواقع بيتنقل زي ما هو، مش بيحط التاتش بتاعه. طبعا هيجي لي واحد بقى فقيق ويقول لي طب ما في فوتوشوب وهيأديت وهيحط التاتش بتاعه. انا بكلمك عن 1826، ساعتها ما كانش فيه فوتوشوب. كنا بنقول ايه؟ طبعا كلام بودلير ده منطقي جدا بالنسبه للزمن بتاعهم، انما دلوقتي في الوان واضاءات وميكساج ومونتاج وفوتوشوب وفلترات وترابيزات بلياردو وبينج، يعني كده كده سواء بترسم او بتصور هتحط التاتش الفني بتاعك. يعني ممكن جدا ان نفس الشخص تصوره بعدسه مختلفه يدي لك نتيجه مختلفه. بس هل ده بيخلي استخدام الكاميرا فن؟ طبعا اختراع الكاميرا ده فتح بيبان لفنون جديده كتير، منها التصوير، منها الرسوم المتحركه، منها الافلام، وحاجات كتير خالص خالص. يعني سواء هاجمت التقدمات اللي بتحصل في الدنيا او ما هاجمتهاش، هي الدنيا هتكمل وهتتقدم عادي. يعني لازم تعود نفسك على التغيير عشان الدنيا عمرها ما هتعود نفسها عليك. يلا السلام عليكم خالص بقى. هو فتح مجال فتح بس هو فتح بيبان لفنون كتيرة كتير لفتون بس هو فتح بيبان لفنون جديدة كتير.